السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة كويسة جدا. الوصفة بتاعتنا هتبقى سهلة وبسيطة، يعني مش هنشتري حاجة من بره ولا حاجة، ولا هنجيب حاجة مكلفة، لا، مكوناتها موجودة في قلب بيتنا وان شاء الله هتجيب معاك نتيجة فعالة. اول حاجة يا بنات ان الوصفة بتاعتنا هتشتغل على منطقة الصدر. في ناس دايما بتشتكي عندي منطقة الصدر مترهلة، فيها ترهلات، فيها دهون، منطقة الدراعين، الجوانب، الأرداف، منطقة الكرش برضو، منطقة أسفل البطن. كل المشاكل ديت إن شاء الله حلها في كوباية واحدة بس بإذن الله هنعملها معاكم. داوموا عليها بس لمدة أسبوع 10 أيام بالظبط، هتبصي تلاقي نتيجة مذهلة، هتبقى بالنسبة لك فعلا نتيجة يعني مش هتصدقي. طبعا أكيد أنت لو كنت مثلا جربت وصفات كتير ما جابتش معاكي نتيجة، إن شاء الله وصفتنا النهاردة هتجيب معاكي نتيجة فعالة. الناس بقى اللي هي عندها مثلا جسمها ما بيحرقش، عندها مثلا خمول في الغده الدرقيه ما بيحرقش جسمها ودايما تحس كده ان الايه الوزن بتاعها بيزيد وكده، ان شاء الله يا جماعه الكوبايه ديت هتزود معاك معدل الحرق، تخلي جسمك يحرق بطريقه كويسه جدا، اكنك كده ماكينه حرق شغاله، ان شاء الله هتجيب معاكي نتيجه ممتازه، هتشوفوها بعينك وهتجربيها. طبعا في بنات هتقول طب انا جربت كتير وما جابتش معايا نتيجه، تابع معايا الوصفه النهارده للاخر واعملها صح وان شاء الله هتجيب معاكي نتيجه فعاله. نسمي الله ونحط لايك للفيديو، عايزاكم توصلوا الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وتشيروه علشان برضو بنات كتير تستفاد من وصفتنا النهارده. يمكن انتوا اول مره هتشوفوا الوصفه دي معايا، بس باذن الله هتجيب معاكي نتيجه فعاله، وهقول لك برضو على شويه حاجات كده ان شاء الله تعمليها، وان شاء الله لو انت تابعت معايا الوصفه بالظبط وعملتها صح هتجيب معاكي نتيجه كويسه جدا. يلا كده يا بنات نشوف الوصفه النهارده بتاعتنا مكونه من ايه. طبعا كلكم هتستغربوا ايه الكوبايه الكبيره ديت. الكوبايه الكبيره دي يا جماعه انا عاملاها علشان هتاخد كوبايتين اتنين ميه، والكوبايتين دولت اللي انا هستخدمهم في الوصفه بتاعت النهارده، لا اكتر ولا اقل. تابعوا معايا ان شاء الله الوصفه وهتشوفوها. اول حاجه انا معايا الميه السخنه، يعني ايه هي مايله للغليان شويه، ده لغايه هنا كوبايتين بالظبط، تمام. تعالوا بقى كده نشوف اول مكون معايا هيكون ايه. احنا هنغلي الميه يا جماعه وهنسيبها ايه يعني تهدى معانا شويه، مش تكون مغليه قوي كده، يعني هتهدى معايا بس حاجه بسيطه كده. اول حاجه معايا معلقه الزنجبيل، ده يا جماعه اللي انا ان شاء الله هنحتاجها النهارده في الوصفه. ده كده اول معلقه الزنجبيل، ده اللي بدانا بيه الوصفه بتاعتنا. طبعا كلنا عارفين فوائد الزنجبيل، الزنجبيل يعني له قوه حرق رهيبه جدا، ده يعتبر يا جماعه يعني يعتبر ماكينه حرق لوحده، تمام. لو انت عندك زنجبيل فريش ممكن ان انت تاخد قطعه صغيره كده وبرده هتبشرها هتدينا نفس النتيجه. طيب نشوف مع بعض التاني مكون. دي يا جماعه زي ما انتم شايفين اهوت، ده معلقه بن، بن قهوه نص كفايه الموجود عندك استخدميه، تمام. ده برده معلقه واحده، يبقى من كل مكون معلقه كده. قلبوا كويس بس كده، يبقى انا دلوقتي حطيت مكونين اتنين على كوبايتين الميه دول. اي نوع قهوه بقى عندك اعمليه، عشان الناس اللي بتسال بتقول البن هو القهوه، الاثنين واحد يا جماعه، استخدمي الموجود عندك استخدمي، متوقفيش نفسك علشان حاجه مثلا تكون مثلا يعني بسيطه ولا كده، لا، اعملي اي حاجه موجوده عندك استخدميها هتديكي نفس النتيجه، تمام. طيب كده المكونين الاثنين بتوعي جاهزين معايا. معايا بقى تاني حاجه ايه، الليمون، هاخد نص ليمونه كده. بالشكل ده كده هنبدأ بقى ان احنا هنحط وهنقوم عصرين الليمونة بتاعتنا كده اهوت، نص ليمونة قصدي. بالشكل ده كده، تمام. يعني حاولي ان انت تعملي منه معلقة كده من اللي احنا عيرنا بيها ليمون ده كده اهو. ده كده اهو حطينا الليمون زي ما انتم شايفين. طيب الناس اللي هي تقول طب ينفع الخل بدل الليمون؟ لا يا جماعه، الوصفه دي محتاجه ليمون بس، مش محتاجه لا خل ولا محتاجه اي حاجه تانية. طيب هقول لكم على حاجه بسيطه برضو علشان الناس اللي هي ايه ممكن تتحسس من الليمون. الناس يا جماعه اللي هي بتتحسس من الليمون او بتتعب كده ممكن ان هي تحط اللومي، عارفين اللومي اللي هو الليمون المجفف الاسمر اللي بيجي من عند العطار،
ممكن ان انت تستخدميه بدل عصرة الليمون. انا برضو هجيبه كده وهوريلكم عشان ايه، برضو ان انتوا ممكن تعملوه ده يا جماعة. اللوم اهوت ده اللوم، علشان بس الناس اللي هي ممكن ما تكونش عارفة اللومي ده، اللومي اللي هو الليمون المجفف ده بيجي من عند العطار. ممكن لو انت جبت مثلا كمية ب5 جنيه ولا حاجة، هتفضل عندك يعني مدى طويل هتستخدمي منها، هتبقى حلوة قوي. تمام، ده لو انت ما بت يعني بتتحسسي من الليمون الاخضر. ما حدش بقى يقول هحط خل او كده، لا، هو اللومي ده هيبقى كويس. ده بالنسبة للناس اللي هي عندها حساسية. تمام، انا مش هحط بقى لان انا خلاص حطيت ليمون اخضر مش هحط. طيب تعالوا بقى نشوف كده اخر حاجة معايا اللي هو ايه دي يا جماعة، بقى اخر مكون معايا اللي هو ايه، النعناع. زي ما انتم شايفين كده النعناع ده بقى سحر. لو انت عملت الكوباية ديت وحطيت عليها النعناع بالشكل ده كده وشربتيها، ده هيعمل معاكي مفعول رهيب جدا. ده ان شاء الله هتشوفي نتيجته. هنعمل بقى ازاي؟ هجيب مثلا عودين زي اللي انتم شايفينهم دهمت، وممكن تحطوهم بحالهم، ممكن تقطفيهم اهو زي منها ايه، هنحط كده اهو. انا حطيتها في حلقة اهيت، ولو فيه يعني ورقتين ولا حاجة قطفوهم بقى كده اهو، ده كده بالشكل ده كده. ده بقى كده هنقلبه بقى كويس كده اهوت اهو برضو. وهقول لكم بقى ايه على حاجة كويسة جدا ده كده. ما عندكيش نعناع برضو ما تقفيش، يعني انت لو انت ما عندكيش نعناع اخضر ما تقفيش، عشان ما عندناش نعناع اخضر، لا، ممكن انت لو انت عندك مجفف برضو حطيه. ما عندكيش خالص عادي، استغنى عنه واشربه الكوباية عادي، ما فيش اي مشكلة. بس انا حطيت النعناع ليه؟ لان النعناع ده يا جماعة بيزود معانا معدل الحرق وكويس جدا في نزول الدهون. تمام، طيب دلوقتي انا خلصت الكوباية، هسيبها بقى كده حوالي 10 دقايق بالشكل ده كده. انا غطيت عليها اهوت، اهم حاجة تغطى عليها بحاجة ازاز، ما يكونش حاجة بلاستيك حاجات ضارة بالصحة ولا حاجة، لا، حاجة ازاز، ده هتبقى كويسة جدا لغاية ما نحس كده ان هي بدأت تهدى معايا. بعد كده هشرب، بعد كده هنشيل الغطا بالشكل ده كده اهو. ده طبعا انا عاملة كوبايتين زي ما قلت لكم. اول كوباية اهي، دلوقتي بقى هناخد كده كوباية منه بالشكل ده كده اهو. ده طبعا بعد ما يسيبها كده حوالي 10 دقايق اهو. ده كده يا جماعه الكوبايه الاولانيه اللي انا هستخدمها. هقول لكم برده هستخدمها امتى، بس هوريكم الكوبايه الثانيه دي. الكوبايه الثانيه دهيت اللي انتم شايفينها معايا ده، هحط عليها برده الغطاء الازاز بعد ما تبرد وتهدى معايا خالص، واحطها في الثلاجه. هقول لكم هحطها في الثلاجه ليه، تابعوا معايا الفيديو. بصوا بقى، الكوبايه الاولانيه دي يا جماعه ده ان شاء الله اللي انا هشربها قبل الفطار بنص ساعه، يعني قبل وجبه الفطار، قبل ما اكل، قبل ما اشرب، قبل ما اعمل اي حاجه، هشرب الكوبايه زي دي بقى كده قبل وجبه الفطار بنص ساعه. تمام، ده الكوبايه الاولانيه. والكوبايه الثانيه انا هحطها في الثلاجه، بعد ما اخرجها من الثلاجه هدفيها كده شويه، يعني لازم تكون دافيه كده كانك انت بتشربي شاي بالظبط. بعد كده هناخدها قبل وجبه العشاء برده بنص ساعه. تمام، يبقى انا عرفت الكوبايه الاولانيه هتتاخد قبل الفطار بنص ساعه، الكوبايه الثانيه قبل وجبه العشاء بنص ساعه. تمام كده يا جماعه، وضحت معانا. الناس اللي هتقولي طب انا اقدر احط عليها سكر اي حاجه، لا، ما تحطيش عليها اي حاجه خالص. لو انت مثلا مش هتقدري تشربها كده من غير سكر، ممكن تحط عليها نص معلقه عسل ابيض، ده هتبقى كويسه جدا. تمام كده يا جماعه، زي ما عودناكم دايما شرب الميه كتير هيفرق معانا كتير قوي. وجبه العشاء تكون خفيفه، هنبعد شويه عن النشويات السكريات الحاجات دي كلها، جسمنا هيتظبط وهيبقى زي الفل خلال اسبوع 10 ايام بالظبط، هتلاقي فرق رهيب جدا. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشيروه، واللي شير يكتب لي تم عشان اعرف حبايبي ومتابعيني اللي شيروا الفيديو. تمام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.